لذلك أنا أقول لك هذه الصفقة وهذا العرض غير مقنع للمقاومة. بس في كلام خطير هنا فيما يتعلق بالجزئية جانب التطبيع مع المملكة العربية السعودية. اسمع الكلام ذا وبقوله أنا. الكلام هذا مفاجئ شوية. في حالة استعجال من بايدن وشولوم للتطبيع. بايدن لأنه يريد أن يدخل الانتخابات بنصر دبلوماسي كبير ويروج أنني أوقفت الحرب أمام الناس وأمام العالم. وبالنسبة لشولوم لأنه يعرف أنه في حالة وجود بايدن كرئيس مع مرور التطبيع فإن الجمهوريين لن يعارضوا قراراً مثل هذا. يجب أن يضمن أن الرئيس الديمقراطي موجود حتى يضمن أنه يتم تمرير هذه الاتفاقيات الأمنية والصفقات. هذا مدخل، هذا كلام مدخل أباك تفهم. اليوم من بين الاتفاقيات التي تريد السعودية أن يعني أن تقوم بها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بايدن قال له اسمع أنا بحميك من أبو يمن باللي أقدر عليه. بايدن لن يرسل جنوده إلى اليمن، لن يرسل. إذا أراد بايدن أن يفعل ذلك سيفعل ويرسل اليمنيين كمرتزقة في الواجهة. وأنا أسأل سؤال الآن لليمنيين الذين يقاتلون ويتحركون ويذهبون ويروحون ويجيئون، هل ستقبل أن تكون مرتزقا في الصفوف الأمامية غدا وخلفك جندي أمريكي تموت من أجله؟ ترى اسمع الكلام الخطير اللي قاعد أقول لك. هو أنا لن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن ترسل جنودها وأبنائها مرة أخرى ليدافعوا أو أن يخوضوا حربا عن أحد. بيرسل لك كم خبير لوجستي أمريكي وكم مسؤول وكم ضابط توجيه وضابط كذا وضابط كذا، لكن الصفوف الأمامية ومن سيأكل النار أبناء اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، من سيقبل هذا؟ اسمع شوف أنا اللي قاعد أديك، أحب أني أعطيك الشيء اللي قاعد يصير في المستقبل. طيب شولوم حريص أيضا على ذلك. إيش اللي صار؟ بايدن قال له أنا أحميك من أبو يمن. طبعا هو بايدن الآن مش قادر يصد أبو يمن، صار قاعد يعنف في حملات الطيران عنده. قال له أريد أسعار نفط منخفضة. شولوم هذا بايدن، أريد الآن وفورا أسعار نفط منخفضة، لأن الشعب الأمريكي إذا رأى أسعار نفط مرتفعة سيغضب مني، والمواطن الأمريكي يهتم أيضا بالدرجة الأولى بالحالة الاقتصادية وبأسعار المواصلات. أسعار النفط الآن، أعطينا يا مخرجنا إذا عندك أي شيء موجود. شولوم كان يقول الوطنجية في الأسابيع في السنوات الماضية في الشهور الماضية أننا لن نزيد الإنتاج، وأنا كنت حاط اسمي لا لزيادة الإنتاج، وقالوا لي شوف نحن ثابتون متمسكون وانتبه ترى. قلت الحمد لله، أنا طلعت في بس فيديو قلت الله يجزاه خير حكومتنا الرشيدة متمسكة بعدم زيادة الإنتاج، لكنهم رضخوا في الحلقة الأخيرة لإدارة بايدن وقرروا زيادة الإنتاج رغم انخفاض أسعار النفط. وخلينا نسميها صفقة العرش بدل ما نسميها صفقة التطبيع، نسميها صفقة العرش أو صفقة تطبيع العرش. حلو، تطبيع العرش كذا اسم، نعطي اسم حلو عشان الناس تتذكر برضو تطبيع العرش. مش بس كذا، أباك تفهم يا مواطن يا سعودي إن شولوم واصل لمرحلة إنه مستعد يضحي بمكاسب النفط والاقتصاد السعودي من أجل أن يصل إلى اتفاقية حماية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأسعار نزلت إلى ما هو أقل من 80 دولار للبرميل. السعودية من أجل أن تحقق الآن ميزانية من دون خسارة من دون عجز، السعودية بحاجة إلى 116 دولار. يعني أنت تتكلم الآن عن خسائر فادحة، يعني أنت تتكلم إذا كان النفط مداخيل النفط حتى هذه اللحظة تدخل لك نسب كبيرة جدا من ميزانيتك وراح من سعر البرميل 21%. يا مسلم شولوم مستعد يضحي بهذه المكاسب من أجل صفقة تطبيع العرش. الآن أنا أسأل الوطنجي سؤالا، هذه الأسعار، أنا الآن أبغى أسأل الوطنجي سؤال بالله عليك وبك تجاوبني كذا بصراحة يعني. ومش بس كذا، بل استطاعت الإمارات طرق، حط لي الخبر ذا بالله يا ام خلينا استنى هذه الاخيره، هذه حط لي الصوره الاخيره، وانظر الى كيف استطاعت الامارات ان تنتزع اكبر زياده انتاج في انتاجها النفطي.
لانه احيانا بجيك انا في ملف الامارات بفصل لك فيه تفصيل مهم جدا، بس انا قاعد اوصل لك الفكره كيف. ففي استماته يريد باسرع وقت ممكن ان يحقق هذا، بس في هناك ابو ابراهيم حاط رجل على رجل. اوبك توافق على هذا، اوبك بلس توافق على هدف انتاج جديد للامارات يبلغ 3.5 مليون برميل يوميا ارتفاعا، يعني نص مليون برميل او 600 الف برميل الامارات رفعتها غصبا عنك يا شلوم. شكرا. اتفاق، اتفقوا والله عشان لا يتفكك اوبك بلس، والله لانهم صابرين، والله لانهم واقفين، والله انهم عيال زايد، هذا موضوع ثاني. وهذا هدف كبير جدا يشعر شولوم من خلاله اليوم انه جالس يخسر شيء كثير. البلد في حاله في اقتصاد في 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 مصيبه اقتصاديا. يعني اذا كانت النفط يدخل لك 90% من ميزانيه الدوله، فانا عندي توقعات التاليه. سجل عندك، جيب ورقه وقلم، اكتب التالي. انا اتوقع ان تزيد الضرائب على المواطنين السعوديين، اما ان تزيد 15% توصل 20 توصل 25% ضريبه القيمه المضافه، او ان شولوم سيقوم بالحصول على ضريبه المداخيل على المواطنين السعوديين، ضريبه الدخل الشركات والمواطنين، وبيبدا حلب تاريخي، حلب مش مؤقت، مش شيء بسيط، مش لا حلب سيتم حلب المواطنين السعوديين بهذه الطريقة وبهذه الدرجة. هذا شيء محزن، هذا شيء مؤسف. أهم شيء أنه يوصل للعرش، أهم شيء أنه تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مستعد يتنازل عن أسعار النفط. احرق فلوس، احرق فلوس، مستعد أنه يعني يطبع مع الاحتلال عشان العرش، مستعد أنه يتلقى كل أنواع الحماية، بس إنه أهم شيء أنا أبا أوصل للعرش بأي شكل من الأشكال. أنا أطبع مع الصهاينة، أطبع مع عيال الكلب، أنا أبيع، أنا أحذف لكم مناهج، أنا أجيب لكم صهاينة، أنا أحول كفار قريش إلى أبطال قريش، وأحول إيش تبغى أنا أسوي، أجيب خمر وبعت لك خمر، ورقاصة تسب الرب جبت لك رقاصة تسب الرب، وشغالة أونلي فانز وجبت لك، إيش تبغى؟ ناس يتكلمون عن مثلية وعن هذا، وخليت لك ناس تلبس خوذة وتتسابق فيها وشذوذ، اللي تبغى أنا أسوي، إيش تبغى تنازلات أنا أقدم، بس تكفون وصلوني العرش، تكفون بصير ملك، واضمنوا لي الأمور إنه ما في. ورغم كل هذا إلا أنه يعيش حالة من الرعب والخوف، يعيش حالة من الرعب والخوف. احنا خلصنا الآن حديثنا عن الصفقة، الناس جالسة حاطة رجل على رجل، أبو إبراهيم حاطة رجل على رجل وجالس ينتظر. الآن